السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناة مستر أحمد البرناوي، قناة اللغة الإنجليزية للمرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية. بس أهم حاجة نشترك في القناة ونفعل الجرس ونشارك الفيديو على صفحات الفيس وصفحات الواتس ونكتب تعليق على الفيديو عشان يصلنا كل ما هو جديد. وأهم من ده كله نصلي على حبيبنا وشفاءنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونوحد الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. Allergy, allergy, allergy. Bacteria, bacteria, bacteria. Bedding, bedding, bedding. Emergency, emergency, emergency. Services, services, services. Hygiene, hygiene, hygiene. Respond, respond, respond. Breathe, breathe, breathe. Breath, breath, breath. First aid, first aid, first aid. Research, research, research. Available, available, available. Medical, medical, medical. Sneeze, sneeze, sneeze. Messy, messy, messy. Blog, blog, blog. Avoid, avoid, avoid. Contact, contact, contact. Cough, cough, cough. Disease, disease, disease. Chop, chop, chop. Properly, properly, properly. Regularly, regularly, regularly. Remove, remove, remove. Replace, 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 replace. Squeeze, squeeze, squeeze. Separate, separate, separate. Interpret, interpret, interpret. Equipment, equipment, equipment. Ingredient, ingredient, ingredient. Tissue, tissue, tissue. Spreading, spreading, spreading. Evacuate, evacuate, evacuate. Immediately, immediately, immediately. Wrap, wrap, wrap. Argument, argument, argument. Complain, complain, complain. Helmet, helmet, helmet. Now with idioms, prepositions and phrases. دي بقى المصطلحات وحروف الجر والعبارات. عارفين كلمة argue؟ argue بس معناه يجادل أو يناقش، وعارفين بتاخد argue for و argue against. argue for يعني يجادل، مؤيد يعني يؤيد، يعني حتى بنقول are you for or are you against، هل أنت مؤيد ولا أنت معارض. فلما أقول argue for يؤيد و argue against إيه؟ معارض. النوع منها argument جدال أو نقاش، وتاخد كلمة have an accent يعني اعمل ايه؟ حتى ما تحطش عليا ضغط. ميك شور، ميك شور معناها الرجي تو، يعني لدي حساسية من. فولو رولز، يتبع القانون أو يتبع القواعد، عكسها بريك لو أو بريك رولز، يخالف القوانين. جيت ديرتي، جيت ديرتي معناه يصبح غير نظيف أو ملوث. give first aid، يعطي الإسعافات الأولية. do does did research on، يقوم ببحث علمي على.
بروتكت اجينست، عارفين بروتكت فروم يحمي من، او بروتكت اجينست يحمي من. بعد كده وصلنا للسينونيم والانتونوم، المرادفات والتضاد. كلمة available، available معناها متوفر أو متاح. السينونيم منها accessible، accessible معناها إيه؟ سهل المنال أو سهل الوصول إيه، أو متاح ومتوفر. وكمان خد بالك available معناها موجود، يعني لما أقول the manager is available now يعني المدير موجود الآن. والأنتونيم منها unavailable يعني غير متوفر أو غير متاح، أو absent تمشي يعني. ميسي، عارفين ميس ام اي اس اس معناها فوضى او لخبطه، لما اقول ميسي معناها فوضوي او لا متلخبط. بتساوي سنه منها ديس اوردر وانتايدي، ديس اوردر يعني مضطرب او غير منتظم، وانتايدي غير مرتب، وان نيت كمان. الانتنم منها نيت اللي هي منظم ومرتب، وكلين وتايدي. عارفين فعل ريسبوند وبتاخد تو، ريسبوند تو يعني يستجيب الى او يرد على، بتساوي ريبلاي تو بتساوي انسر تو، والانتنم منها اجنور. سيفتي، عارفين سيفتي مينز سيكيورتي، معناها سيكيورتي يعني امن، والعكس طبعا منها دينجر يعني خطر. افيكويت، وافيكويت دي معناها يخلي او يفضي مكان، تساوي ايماتي تساوي كلير معناها يخلي او يفضي مكان. الانتنم ريمين او ستي اللي معناها ظل او يبقى في مكان. Now is language notes، الوظائف اللغوية. عايزين نعرف الديفرنس، الفرق بين verb make و verb cause. عارفين make معناها ايه؟ make made، made معناها يصنع، لكن هنا هاخدها بمعنى يجعل، زي ما احنا شايفين بيجي وراها ايه؟ object اهو مفعول، ثم infinitive مصدر بدون to. اما cause بيجي وراها cause كفاعل، خد بالك as a verb، بيجي وراها اوبجكت مفعول برضو، ثم تو المصدر. يبقى الفرق دي مصدر بدون تو، دي تو والفعل فين؟ في المصدر. عارفين خدنا كوز كمان از ناون معناها سبب، وبتاخد اوف ذا كوز اوف بتساوي ريزون فور يعني سبب. شوف اكزامبل، ما اقول ماي فادر ميد مي ووش هيز كار، ادي فعل ميد اهو وراها الاوبجكت مي ثم ووش انفينيتيف مصدر بدون تو. رانا كوز مي تو بانش هير، رانا تسببت ان انا بانش هير اعاقبها، يبقى دي وراها مي اهيا، ادي هنا كوز وراها مي مفعول، ثم تو وانفينيتيف تو الفعل فين؟ في الماضي. نفس الكلام فيرب ليت وفيرب الاو، فعل ليت والاو. عارفين ليت ليت ليت، والاو الاود الاود. برضه ليت زي ميك بالظبط، يبقى وراها اوبجكت مفعول ثم انفينيتيف وداوت تو مصدر بدون تو. انما الاو زي بالظبط كوز، بيجي وراها اوبجكت مفعول ثم تو وانفينيتيف اللي معناه يسمح او يدع. لما اقول ماي فادر ليت مي جو تو ذا سينما، والدي ليت مي هنا ماضي، سمح لي جو تو ذا سينما، يبقى وراها جو اهي مصدر بدون تو. انما ما اقول رنا الاود مي، رنا سمحت لي تو فيزيت هير، يبقى دي تو فيزيت تو المصدر، عشان وراها طبعا ايه مفعول مي ثم تو والمصدر. لكن خد بالك او allow لو الاختيار وراه مباشرة، يعني allow coming eating لو الفعل وراه مباشرة تاخد فعل من ضف له ايه ing، لكن لو وراها مفعول زي ما انت شايف مي كده، او علي او احمد او اي اسم او ضمير، ناخد تو الفعل فين؟ في الماضي. بعد كده difference بين الافعال اللي جايه دي، contact، contact طبعا دي معناها يتصل بيه، ما بتاخدش حرف جر الا اذا جت ايه في المبني المجهول، او دبل وسيله اتصال. connect something to something يعني يوصل شيء بشيء، ولما في المجهول بقول is connected to. communicate بتاخد with يتواصل مع او يتصل به. شوف example كده، please contact me، طبعا contact يعني me هنا بتدي نفس معنى call me اتصل علي، او ring me، او phone me if there is any new news، بقول اتصل علي لو في اي اخبار جديدة. I usually communicate with my friends، أنا بتواصل مع أصدقائي by Facebook، يبقى دي communicate with طبعا يتواصل مع. You can use this laptop، تقدر تستخدم laptop as it is connected to the internet، يبقى دي connected to متوصل بي the internet. برضو كلمة appear of و a couple of، appear الأول appear of دي معناها زوج من جزئين سواء متصلين او منفصلين لا نستغنى عن واحد منهم، زي ايه؟ الجزمة، المتصلين زي النظارة زي البنطلون، المنفصلين زي ايه؟ زي الحذاء زي جلافز الجوانتي
يبقى انا اختار مع كلمة a pair of. انما لما اقول a couple, a couple دي معناها راجل ومراته, زوجين يعني عاقل. لكن لما اقول a couple of معناها two, يعني اتنين من اي حاجة, سواء عاقل او غير ايه عاقل من نفس النوع يعني. ادي اديت اكزامبل, بقول my pair of pants. عارفين بانتس بتساوي تراوزرز, معناها ايه بنطلون. بقول ماي بير اوف بانتس, لو قلت ماي تراوزرز او ماي بانتس كنت قلت وير تورن, فعل جمع يعني. وير تورن يعني اتمزق, لكن عشان هنا قلت ماي بير, بير دي يعني واحد بس مفرد يعني, اصبح اسم مفرد يعني. يعني لما اقول بانتس بس, جلاسز بس, تراوزرز بس, شوز بس, هقول ار او وير او هاف. لكن طالما قلت ماي بير او ابير يبقى هنا اصبح مفرد, يبقى اقول ايه, يبقى اقول ووز, او لو مضارع اقول از, لو هاف او هذا اقول هاز, وهكذا. فانا بقول ماي بير اوف بانتس او ماي بير اوف تراوزرز ووز تورن اون جامبين اون ذا فينس, اتقطع اون جامبين عند القفز اون ذا فينس على السور. زير وير ا كابل اوف كيدز, هذا ا كابل اوف كيدز يعني تو كيدز, هي الطفلين ان ذا باك اوف ذا كار, في مؤخره السياره. فعل وير وفعل بوتون, وير يرتدي وبوتون معناها يرتدي, بس ايه الفرق بينهم؟ طبعا وير وور وورن اللي معناها يرتدي دي بتصف اللبس اثناء لبسه, يعني انت لابس بالفعل يعني. يعني بقول هي از ويرينج هو لابس, شي از ووز ويرينج هي لابسه, يبقى اللبس تم. لكن بوتون معناها اللبس, تصف اللبس قبل اكتماله. شوف اكزامبلز كده, بقول شي ووز ويرين هير بيست كلوثس, هي لابسة أحسن هدوم عندها during the party, يبقى كانت في الحفلة ولابسة لبسها كامل. لكن لما أقول لك button your coat, أقول لك البس البلطو بتاعك, يبقى أنت ما لبستش. It's very cold outside, الجو بره برد جدا. لما أقول لك just a minute, دقيقة واحدة, I am putting on my jacket, أنا بلبس الجاكيت بتاعي, يبقى لسه ما كملتش لبس. خد بالك بوت اون طبعا بتيجي مع كلمة ويت كمان, لما اقول بوت اون ويت يزداد في الوزن. عارفين فعل مس ام اي اس اس ومس ام اي اس اس ولوز؟ ناخد مس الاي ام اي اس اس لما تبقى كابيتال, تبقى معانا مس, مس اناس, مس ماجدة, ده هنا ايه مس معناها الانسة. لكن لما اقول مس از ا فيرب كفعل معناها يفوت, ويفوت للايه؟ للمواصلات, للحصص, للمحاضرات, او يفوتوا لايه, للاشخاص يعني يوحشوا يعني. انما كلمه لوز, لوست, لوست دي معناها يخسر مباراه زي احنا عارفين, او يفقد شيء او يضيع شيء. اما مس ام اي اس اس قلنا معناها فوضى او اضطراب, والصفه منها ميسي يعني فوضى او غير مرتب. نشوف اكزامبلز كده, اي ريلي مس فاطمه, انا في الواقع وحشتني فاطمه سو ماتش افتر شي هاد ليفت بعد ما مشيت. او I have lost my keys. I have lost my keys. لقد ضيعت مفاتيحي. يبقى لوز أنا يضيع شيء أو يفقد شيء. If your card is lost or stolen. لو الكارد بتاعك is lost or stolen, يعني لو البطاقة بتاعتك اتسرقت أو فقدت, inform the bank immediately. بلغ البنك في الحال. Oh, I have missed the bus. لقد فاتني الأتوبيس. هذه مس هي يعني يفوتوا للمواصلات. The children made the house messy. الولاد خلوا البيت فوضى. Playing hide and seek. يلعبوا وهم بيلعبوا استغماية. Hide and seek دي معناها استغماية. What a mess. A mess هنا اسم معناها يا لها من فوضى. آخر حاجة طبعا, publish و spread. عارفين الاتنين معناهم ينشر. بس publish دي ينشر كتاب أو ينشر مقالة في جريدة, في صحيفة وكذا. إنما spread معناها ينشر اخبار او ايه او معلومات او ينشر الامراض. ادي اكزامبل, بقول شكسبيرز وركس. وركس هنا مش معناها معناها روائع. شكسبير وير بابليشد, وير بابليشد هنا بس بويس معناها نشرت all over the world في جميع انحاء العالم, يعني اتنشرت في الجرايد في الصحف في جميع انحاء العالم. بقول the news of his disappearance, بقول اخبار اختفائه. spread like fire, انتشرت مثل النار, يبقى spread دينا عن ايه, انتشر ليه, لخبر اختفائه. it choose to correct answers, اختار اجابتين صح out of the five options given.
من الخمس الاختيارات اللي احنا اعطيناها لك. طبعا دول خد بالك زي انت شايف كده، السؤال الاول في الامتحان بيجي لي جملتين سؤالين اختياري، اختار 2 من 5. فانا بقول many diseases، كثير من الامراض، can be nowadays، ممكن في الوقت الحالي. هل بقى هقول can be cured، عارفين cured معناه يعتني بيه او يهتم بيه، ولا cured، cured يعالج، ولا healed يلتئم ودي بتجمع العظام والجروح، ولا wounded يجرح، ولا treated يعالج. واضحة أوي هتبقى إيه؟ letter B اللي هي can be cured يمكن علاجها، و can be treated الأخيرة اللي يمكن علاجها أيضا. Number 2 we all look forward to، كلنا look forward to، نتطلع إلى living in، نعيش في إيه بقى؟ in hazard، hazard معناها مخاطرة، risk خطورة، security أمن، safety أمان، danger خطر. يبقى واضحة letter C وليتر دي اللي معناها هي security الأمن، وسيفتي نعيش في أمن وفي أمان. Number 3 we have to live، احنا مضطرين نعيش in a clean environment، لازم نعيش في بيئة نظيفة. clean on عايز مرادف، سوري عكس clean، مرتب، منظم، filthy غير قذر او وسخ او مش نظيف، dirty قذر او غير نظيف، ولا clear. طبعا واضحة هتبقى filthy letter C و dirty letter D. number 4 wearing a helmet، ارتداء الكوتة reduces، بيقلل the of head injury، بيقلل طبعا اصابة الرأس. هل safety، عارفين safety يعني امن، ولا risk بيقلل مخاطرة، ولا security أمان، ولا health صحة، ولا danger؟ طبعا تمام هتبقى ايه، التداء الخوذة بيقلل ايه، reduce the risk او the danger الأخيرة، the risk خطورة إصابة الرأس او danger خطر إصابة الرأس. number 5 I asked Mr. برماوي، أنا طلبت Mr. برماوي to the lesson again، الدرس تاني، as I didn't understand it، لأني ما فهمتوش. هل طلبت منه interpret، interpret يعني يفسر أو يشرح أو يبين أو يترجم فوري، ولا confuse يربك، ولا clarify يوضح أو يبين، ولا disturb يزعج، ولا upset يزعج أو يضطرب؟ طبعا سهلة خلاص، طب interpret يفسر أو clarify، طبعا ممكن explain كمان لو كانت موجودة. number 6 we will send you the details، احنا هنبعت لك ان شاء الله تفاصيل، as soon as it becomes، اول ما تصبح، هل busy accessible في المتناول او متاحة، engaged مخطوبة مشغول للتليفون، available متوفر او متاح، free مجاني او فيلم، طبعا هتبقى لسه ما فيش، مش من الناس تنفع فيه على فكره. The water of the basin، ميه البسين او حمام السباحه، should be، يجب ان، or it may cause diseases، والا هتسبب امراض. يبقى اقول should be يبقى sink، تغوص او تغرق، replaced، تستبدل، change، تغير، مديول طبعا، float، تطفو، polluted، تتلوث. تمام يبقى هنا اقول replaced، وهقول change في المعنى يتغير. number 8 the fire destroyed the whole factory، بقول الحريقة دمرت البيئة المصنع كله، so we had to، اضطرينا ات ايه بقى نعمل فيه، destroy مدمر او مقرر،
number.